حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم نبديها بالتذكير، أي شخص يحب يتصل بينا أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة، ظهرت حاليا، يقدر يتصل على أي رقم من هاي الأرقام الثلاثة، وأي شخص ما يقدر يتصل بينا يبعث لنا رسالة، أرجع أكرر، رسالة وليس اتصال، على برنامج الواتساب على الرقم اللي ظاهر أسفل الشاشة فقط للرسائل. أعتذر من السادة المشاهدين، ما أقدر أستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب. بداية حلقة اليوم هي عن الثورة، بالتأكيد عن اللي دا يصير بالعراق اليوم. الطلاب استمروا بدعمهم وبرفضهم للتظاهرات ورفضهم لثورة تشرين. زخم كبير كان موجود في العاصمة العراقية بغداد، تحديدا في ساحة التحرير وأيضا باقي مناطق التظاهرات وأيضا باقي سوح التظاهرات في محافظات العراق الوسطى والجنوبية. تروح إلى بابل تلقى الطلاب متواجدين، ديقار الطلاب موجودين، البصرة، المثنى، واسط، النجف، بغداد وباقي المحافظات كلها اليوم الطلاب كانوا طالعين. لكن اللي صار بمحافظة المثنى أنه القوات الأمنية بدت صارت مشادة بينها وبين الطلاب على بوابة جامعة المثنى، الأمر اللي صار به اشتباك بين الطرفين. أيضا قامت تلاحق الطلبة اللي كانوا دا يهتفون ضد الفساد، اللي كانوا دا يهتفون ضد الشيء السيء اللي صاير بالعراق، اللي طالعين دا يردون الجيد للعراق، اللي دا يردون الخير لهذا البلد، اللي دا يردون بناء هذا البلد، اللي دا يردون انتشال هذا البلد من 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 بؤرة فساد وقع بيها من عام 2003 إلى اليوم، وحتى يرجعوا الأهله ويرجعوا الناسه. تظاهرات ثورة تشرين من 1/10/2019 لليوم هي طالعة تقول لا لإيران ولا لأمريكا، ومن 1/10/2019 لليوم هي تقول لا للفساد، ومن أول يوم انطلقت به التظاهرات هي تقول إحنا نريد انتشال هذا البلد وإعادته إلى العراقيين. من أول يوم هي طلعت ضد الأحزاب، من أول يوم هي طلعت ضد الميليشيات وطلعت ضد الفساد اللي صاير بهذا البلد. من أول يوم هي طلعت لا شالت سلاح، لا شالت رمانات، لا شالت قنابل، لا شالت سجاجين، ولا شالوا مقوار ولا قامة، لكن القوات الأمنية والحكومة جابتهم قنابل مسيلة للدموع غير مطابقة للمواصفات، وشفتوا اللي صار بالمتظاهرين وشان اخترقت رؤوسهم واخترقت أجسادهم وقتلت ما قتلت وحصدت من أرواح المتظاهرين الكثير، إضافة إلى الإطلاق الحي، إضافة إلى الدهس بالسيارات، إضافة إلى الاغتيالات بالنسبة للناشطين والصحفيين والأطباء، إضافة إلى اختطاف الناشطين والمتظاهرين وتعذيبهم. وشفنا الشخوص اللي بقوا على قيد الحياة وهم مرميين يا أما في مزرعة يا أما في ثلاجة للخضروات يا أما في محلات يا أما في أماكن بعيدة أو غير مأهولة، وشفنا المختطفين اللي لقوهم الناس ورا فترة مقتولين. زين، السؤال هنا إلى متى الحكومة تستمر بهاي التصرفات؟ أول اتصال ويانا اليوم حسين من السعودية، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياك الله. حياك الله أخوي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، تفضل أخوي.
مساء الخير. مساء الأنوار. الغريبة في الأمر يعني أنه يعني العراق بلد غني وبلد وما شاء الله أصحاب المسيرة هذولي جدا ممتازين ومنظمين فوق ما يتصور. يا أخي الجزائر لما صارت المسيرة كان الجيش مع الشعب، وهذول للأسف يعني ليه هالعمل وهال، وبعدين هذا الفياض يا ليته يسير يروح يتبع المهندس ويتبع إن شاء الله قاسمي. يقول أنا كل الشعب العراقي بيقول شكرا حجي قاسم، أي شكرا هالمجازر وهالمعاصي اللي سوا. بعدين هذا يا أخي قائد شرطة واسط، يعني هو الجماعة اللي في واسط يقولوا إنه العشائر أينهم من الشيء هذا، يعني ليش حصل هذا لإخواننا في العراق؟ بعدين هالمذلة يعني زي ما قال الدكتور الناشط الفلاحي والعقيد الركن حاتم الفلاحي، يعني يقولون أن الحسين رضي الله عنه يقول عليه السلام هيهات من الذلة، فقال هل هنا ذلة؟ الماي في البصرة يشلعون يولعوا النار فيه والأسماك نفرت وكذا، يعني هل يقول يعني الله سبحانه وتعالى يقول أما الزبد فيذهب. بس أخ حسين أنا ما أنا بس أخ حسين إذا اسمح لي أقاطعك، أنا القضية المتعلقة بالأستاذ حاتم الفلاحي ما استوعبتها، ممكن تعيدها؟ أقول لك الدكتور حاتم الركن العقيد الركن حاتم الفلاحي والدكتور فلاح هذا دكتور رافع الفلاحي؟ نعم فلاح. فيقول يعني هم يقولون هيهات من الذلة، يقول وهل هنا ذلة أعظم من هذه الذلة التي حصلت لإخواننا في البصرة وفي، فيعني ليه ينقضون أنفسهم بأنفسهم؟ يعني يقولون لبيك يا حسين لبيك، الحسين رضي الله عنه وجد الحسين لا يرضى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة لا هي تركتها فيعني والله سبحانه وتعالى يقول وإذا الموءودة سئلت، يعني ليش القتل وهالإبادة؟ بعدين هل أصحاب الأحزاب هذولي يعني ليه يفعلوا يا أخي في إخواننا كذا؟ والله حرام فوق الحرام، يعني قسما بالله العظيم. يعني بعدين هل يتكلمون عن يقول حقوق إنسان حقوق إنسان ومجلس أمن وأمم المتحدة؟ طيب يا أخي أمريكا اللي جابت العبادي والحكيم والمالكي وابراهيم هذا اللي يقول اخواننا في البحرين واخواننا في البحرين ويتباكى عليهم، يريد هو ان البحرين تتسلم الايران زي ما الان امريكا سلمت بلد الرافدين بلد السواد الاعظم سلمت للايرانيين وما فعلوا الايرانيين فيها. وهذا الفياض لما راح هناك يقول الشعب العراقي من شماله الى جنوبه من شرقه الى غربه يقول شكرا يا سيد يا قاسمي شكرا، اي شكر؟ ما في شكر، ما في الا اباده وخذلان وذل وعار. فيا الله يعزكم وينصركم وينور قناه الرافدين، واتقدم بالشكر الجزيل لكم وللعقيد الركن حاتم الفلاحي و هذا ناشط الفلاحي. الله يجزاهم مليون خير. شكرا 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 لك اخ حسين. عندي اتصال من الجزائر، اتمنى ان اقول الاسم بشكل صحيح، خميسي صحيح؟ خميسي من الجزائر خويا. خميسي حياك الله اخ خميسي. مساكم بخير. مساك الله بالنبي وبالانوار، تفضل. اخي 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 تكلموا على هذا على الاخوان الرافدين على المظاهرات ياكم هذه. نعم. نتمنوا لكم النصر ان شاء الله. الله ربي يوفقكم الخير ان شاء الله، الله ربي ينصركم. نعم. الله ربي ينصركم على العصائب هذه، الميليشيات الايرانيه الله ربي يذلها، الله يخزيها ان شاء الله، الله ربي يوفقكم الخير يا اخوتي. والله رانا كنشوفكم كما كنتم تريدون ياسر ياسر يا اخي عزيز. نعم. راكم تبيضون كنشوفوا الشيء هذا راه القتيل هذا ولا القتل العمدي الذي لا رحمه فيه لشعب العراق، والله يندره الجبين للحكام العرب لكل البشر هذا يشوفوا في القتل. نعم همجية إيرانية هذه. نتمنى لكم النصر من قلوبنا من الجزائر، رانا بشغف يعني بآلام يعني ما تقدرش تصورها يا أخي العزيز. الإنسان يشوف شيء هذا وعندكم صاري
راهي اشياء لا يمدى لها الجبين. نعم يمدى لها الجبين، والله يمدى لها الجبين، اقسم لك بالله راهو شيء يبكي. نعم نعم، شكرا شكرا لك اخ ميسيو، وتحياتي لك والى شعب الجزائر، مشكور على الكلمات الطيبه اللي دعيت بها الى العراق ودعيت بها الى الشعب العراقي، ونتمنى ان يعم الامن والسلام ايضا على ربوع الجزائر. ابو محمد من السعوديه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. قال تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هذه ترى بشرى، أعدوا لهم ما استطعتم، والله أعلم الرب العالمين والنصر من عندي. نعم. أعدوا لهم ما استطعتم، ما كلف على الثوار، لو رشاشات لازم تواجهون ويقتلون منكم، ما قتل منهم ولا واحدهم. وخطأ الثوار ضد أمريكا يا هتكون. أمريكا قتلت سليماني وقتلت ولا قتلت وش اسمه متظاهر واحد او طب يا ابو محمد لحظه من رخصتك حجي ولا امرا عليك، انت تقول ما قتلت متظاهر، زين مو هي اللي دمرت العراق؟ مو هي اللي احتلت العراق؟ مو هي اللي جابت قاسم بس لحظه يا ابو محمد خل اعطيك هالكم معلومه وجاوبني، مو هي اللي احتلت العراق بال 2003 وهي اللي دمرت مؤسساته ودمرت بنيته التحتيه وهي سبب فضائح سجن ابو غريب وهي اللي قتلت بالفلوجه وهي اللي سوت مجازر في اعراس ناس كانت فرحانه وهي اللي اختطفت وقتلت ناس بكل بابشع الوسائل عفوا وهي اللي جابت هاي الحكومات وهي اللي جابت قاسم سليماني وهي اللي جابت داعش وهي اللي نصبت ايران بالعراق وبعدين لما خلصت مصلحتها بقاسم سليماني كتلته، هسه نصير احنا لانه قتلت واحد من اعوانها احنا لازم ما نحاربها وهي دمرتنا؟ اسمعني اسمعني، اللي اجتمعوا لندن اغلبهم ايرانيين، وبوش وبلير ما فكروا يغزون العراق إلا بتحييض من إيران والخونة اللي معه، ترى صحيح. وين الله بالثوار احملوا السلاح قتلوكم يا أخي، طبعا ما طبعا ما يشيلون ذول رد يعتبر تقابله برشاش رد، هذا ما يقرب المظاهرات ولا يخاف، هذول ترى ما هنا أخبث منهم، يخافون من الموت. نعم نعم نعم، شكرا 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 لك ابو محمد، لكن انت تقول اللي اجتمعوا بلندن هم ما جو لتحرير العراق من الايرانيين وجماعتهم، طبعا هم جابوا ايران وهالحثالات دا يحكمون العراق لاجل مصالحهم، لاجل وجودهم بالمنطقه، لاجل كثير من الامور اللي لا جو هم لاجل سواد عيون العراقيين، ولا جو دا يحررون العراقيين، ولا جو دا يبنون ديمقراطيه اصلا مثل ما اعلن بوش بال 2003، هاي الديمقراطيه اللي جابوا لنا اياها، ناس يطلع يقول اريد وطن ينكتل بقنبله غاز. ابو هاجر من كندا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اولا اريد احيي هذه القناه العظيمه قناه الرب. حياك الله اخوي العزيز. اللي عودتنا على دائما وابدا على نطق الحقيقه وفصح الفاسدين. نعم. انا ما اريد اعلق على اللي سبقني الاخ من السعوديه. نعم. لكن اريد اقول لكل الشعب العراقي بانه قاسم سليماني ما اجى للعراق من هو بكيفه، وانما اجى باتفاق ما بين تول بريمار وما بين جلماي خليل زاد والسفير الايراني في العراق حسن كاظمي قمي. من 2003 و2004 عند ما كانت المفاوضات السريه تدار داخل المنطقه الخضراء، قاسم سليماني ما اجى من كيف، اجابه امريكا من اجل تدمير العراق. ابو هاجر ازيدك ابن شعر بيت، يعني قالوها السياسيين الايرانيين، قالوا لولا ايران لما استطاعت امريكا ان تحتل. نعم 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 نعم، هم جابوهم، جابوا الفرش لانه عندهم سعر تاريخي مع العرب، هم ما جايبيهم فقط على العراق، جايبيهم على كل الأمة العربية، جايبيهم لتدمير العرب، جايبيهم لسحقهم وإعادتهم كما يقول برنارد لويس، إعادتهم إلى عصر الجاهلية. هذه نظرية اليوم طلعت لنا
قبل يومين المرجعية مالتهم بالنجف اللي أيضا نصبوها الأمريكان والفرس، أيضا نصبوها الأمريكان والفرس. وأؤكد على هاي الكلمة، تقول العراق لا يحكمها ابنائه، أي عراق، أي عراق يحكمها ابنائه؟ إذا نص البرلمان عجم ونص الوزراء عجم من 2003 لحد الآن كلهم عجم، كلهم من أصول إيرانية. الجيش نص قادته الكبار من 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 أصول إيرانية، من أصول فارسية. إحنا ما نعترف بالجنسية اللي يمنحها الحكومة اللي عينتها الاحتلال، ما نعترف بها نهائيا. إحنا نعترف بالعراقيين العرب الأصلاء الذين يتظاهرون الآن في ساحات الكفاح وساحات النضال وساحات الشرف في كل المحافظات. هم أهلنا وهم أبنائنا وهم أحبائنا، وإحنا ندعي لهم في كل صلاة، وإحنا ندعي لهم في كل قربة نتقرب بها إلى الله. هؤلاء ثوار ثوار بلا شك. الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه قال أعظم الجهاد كلمة حق أمام إمام ظالم. وهؤلاء مو فقط كلمة حق يقولون، وإنما كشفوا صدورهم لأكبر طغمة وأكبر إصابة مجرمة الآن تحكم بالمنطقة الخضراء. هؤلاء هم مجاهدون حقا، هؤلاء هم المجاهدون الذي ذكرهم القرآن، واللي هم يعني الصحابة الأوائل قاتلوا بالسيوف، لكن هؤلاء عراة، حفاة عراة. ولذلك إحنا دعائنا لهم أن يصمدوا، دعوتنا لهم أن يصمدوا. الخير جاي إن شاء الله الخير، بصمودكم نزيح هذه الغمة عن العراق وهذه الطغمة الفاسدة من العراق كلهم. قلع هالسفلة هالحرامية. شكرا 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 لك أبو هاجر. من السويد أم عمر، حياك الله يا أم عمر. أهلا وسهلا، حياك الله. هلا بيك أم. أولا السلام عليكم، تحياتي لهذه القناة الشريفة والعاملين السلام. هؤلاء اللي يتظاهرون، هؤلاء أبطال يتظاهرون من أجل من؟ من أجلك ومن أجل أي شرطي والعسكري، من أجل أبنائك وأبناء كل الشعب العراقي. لماذا هذا الضرب والإهانة والهذول يتظاهرون من أجل العيش بكرامة وبعز، مضحين بحياتهم؟ ألم تحاسب نفسك أيها القاتل؟ لماذا هؤلاء مضحين ومصممين بكل شجاعة يواجهونه وبصدور عارية؟ ألم تخجل من نفسك وتقارن شخصك بهؤلاء الأبطال؟ اللهم احفظهم، وإن شاء الله النصر قريب على أيديهم. قبل كم يوم خامنئي ظهر على التلفزيون يقول إحنا دا نحافظ على العراق، على نفط العراق من السعودية. من هو اللي سرق نفط العراق؟ السعودية أم أنتم؟ هؤلاء الهتافات اللي دا تهتف إيران برا وسليمان مريدة، يعني لو هم عندهم ذرة كرامة ما يظلون بالعراق، لكن من أين يأتون بالكرامة؟ لأنهم ليس عرب حتى عندهم كرامة. وإن شاء الله النصر قريب على يد هؤلاء الأبطال المرابطين في ساحات العز والتحرير. وأشكرك، وإن شاء الله يا رب نسمع خبر النصر على قناة الرافدين البطلة. الله يحفظ. شكرا شكرا جزيلا لك. من عاصمة الرشيد بغداد، صباح، حياك الله يا صباح. السلام عليكم أستاذ أفن. عليكم السلام، أحبكم قناتكم الكريمة. بالنسبة اللي جاي يصير حاليا، وإحنا نشوف الخروقات اللي جاي يصير والاعتداءات اللي يصير على المتظاهرين كل المحافظات، كربلاء وواسط والناصرية وغيرها والبصرة، إحنا نشوف أكو صمت يعني حكومي من قبل، يعني مثلا خلينا نقول وزير الداخلية، وزير العدل، وزير رئيس الوزراء والمرجعية، يعني واقفين صم بكم، ولا كأن هاي الناس اللي حاليا هي جاي تخرج وشايلة يعني أرواحها وكفنها مكفنة الناس، ما تعرف أمتى تنقتل من قبل مكافحة الشغب أو سوات أو الجيش أو الطرف الثالث اللي احنا نعرفه هو الطرف الثالث، الميليشيات الطائفية اللي تابعة للأحزاب والأحزاب تابعة هي تدير الحكم. يعني لا المرجعية تحكي على ذول الناس اللي حاليا بالبرد صار لهم أكثر من 100 يوم وعلى معاناتهم على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وهي مطالبهم مو معجزة،
يعني مو معجزة، يعني مو معجزة إلهية إذا إجا رئيس وزراء مستقل ما له علاقة بكل الأحزاب، لكن إحنا نعرف أطماع الأحزاب والهيمنة الأحزاب على الحكم على في سبيل كل على مود سرقة المال العام وتمرير المشروع الصفوي الإيراني بالمنطقة بالشرق الأوسط كامل. فالمرجعية يعني ما هو وقفة صامته، لا هي اللي محركة ساكن وتقول يابا المطالب يابا أرواح الناس اللي جاي يقتالوها، من جاي يقتال بالعالم؟ هاي المسدسات الكواتم والعبوات اللاصقة واختطاف، من يسوي؟ قبل كانوا يتهمون عدة أطراف، لكن الآن الساحة والملف الأمني محصور، هاي المحافظات محصور بيد الأحزاب والميليشيات اللي يسمون فيهم حشد، هيئة الحشد المقدس. فالمرجعية ما قالت يابا الطرف الثالث منه، منو جاي يقتل الإعلاميين والناس النشطاء السياسيين وغيرها، جاي يقتلهم هم نفسهم الحشد واللي تابع للأحزاب. والمرجعية ما جاي تحدد، يعني الخطب كل جمعة نتوقع من عندها فد كلمة طيبة على مود الدماء اللي سالت، لكن تقف صامتة. أما من قتل أبو مهدي المهندس المجرم المطلوب دوليا الإرهابي اللي فجر عدة سفارات، اللي هو وسليماني من ولدتهم أمهاتهم لحد ما ماتوا ما قتلهم يهودي ولا قتلهم أمريكي ولا قتلهم أي شخص معادي للإسلام، كل اللي هم قتلهم أبناء السنة. وحاليا هسه افترت مو بس سنة، يقتلون الكردي والمسيحي والشيعي والسني، هم كلهم هاي اللي مخلفاتهم الحشد واللي هم أسسهم هاي المنظومة الإرهابية. فماتوا وما قتلهم أحد، بس أبناء البلد وبسوريا وباليمن شرهم يعني بكل مكان. ورئاسة الوزراء رئيس الوزراء شفنا شون بالفواتح يفتار، وسوهم عدة فواتح لأبو مهدي مهندس وقاسم سليماني. يعني مقارنة قاسم سليماني تقيسونه بدماء أبناء الجنوب اللي ضحهم بدماءهم في سبيل يحققون جزء من العدالة بالمجتمع العراقي، وهي انتخاب طيب. حكومة نظيفة شريفة، حكومة كفوءة، رئيس وزراء مستقل في سبيل يخلصون هذا العراق من هاي الغمة الموجودة. فالكل مشترك سواء حشد أو أحزاب أو مرجعية أو رئيس وزراء طيب. هو مستقيل وحكومته مستقيلة بالكامل، وتلقى رايح الشمال العراق أخ صباح. أنا أعتذر منك بس عندي هواية اتصالات، أرد أخذ أكبر كم من اتصالات. شكرا جزيلا لك. محمد من السعودية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. كيف حالك أخوي؟ بخير يا أخوي تفضل. أنا سمعت المتصل قبل أخوي صباح من بغداد. إيه. أرد عليه بخصوص المرجعية. نعم. المرجعية مرتبطة بالمنظومة هذه، أصلا المرجعية متدخلة في السياسة من الألف إلى الياء. وهو ما قال غير هذا الشيء، قال كنا نتمنى نشوف المرجعية واقفة ويا الشعب. طيب المرجعية يعني والله أنا ما أدري عن العراقيين هم يعني عرب، لكن يعني المرجعية هم دائما يقولون طال. نعم. ألو. وياك. إيه بالنسبة للعراقيين يعني ما ينقصهم ذكاء بالذات الثوار، يعني هم يعرفون المرجعية لك ممكن يستفيدون منها، يعني لين ما ودهم يفتحون عليهم جبهات كثيرة، فهمت؟ لكن المرجعية يعني مرتبطة في المنظومة هذه، تروح المنظومة هذه تروح المرجعية. نعم. هذا شيء معروف يعني. نعم. شكرا yeah. شكرا لك اخ محمد. عندي من لندن كريم، حياك الله يا كريم. تحياتي اخوي العزيز تفضل. طبعا التحيه والاجلال لشهدائنا بالتحرير بالناصريه بالبصره. نعم. كل الشرفاء. تحيه خاصه للشهيد عبد الصمد رحمه الله اللي ما قال غير كلمه الحق على طول بالبرامج اللي يطلع فيها، يعني ذنب هالأبرياء بأنه بس طلبوا كلمة وطن. أنا أنظر الحكومة العراقية اللي هي أغلبيتها كانوا هنا بلندن عبارة عن حثالات، والله عبارة عن حثالات.
شلون يستلمون على العراق العظيم ويصيرون قادته؟ والحثالات اللي كانت بطهران واللي جت من طهران. بس انا اللي ضحكني على طول مساله واحده. نعم. من يجون يقولوا لي قاسم سليماني جنرال، طب انطوني شاهد بانه تخرج من كليه عسكريه واخذ رتبه الضابط. هاي الرتب الوهميه اللي ينطوها اللي يوزعوها لحد الان بالعراق. ذاك اليوم شفت منظر مضحك بانه عسكري رتبته يمكن عريف يجي يحطوا لي لواء على شباك الحسين عليه السلام. يعني معقوله هذا الكلام؟ اما الاخوه كلهم اللي حكوا على المرجعيه كلامهم كان سليم وصائب، وبالاخص الاخ السعودي اللي حكاها قالها بالصميم. نعم. لان المرجعيه كانت تأيد الحكومه بكل مطالبها وشغلاتها اللي يسويها، بس هالشعب البريء ما فد يوم كلمه تزكيه اذا او رحمه الله من استشهد في ارض الناصريه واستشهد في ارض التحرير وفي البصره وغيرها من البلدان العراقيه. يعني بس اتوقع بانه مساله نعم واحده. نعم. طيب ايران ما نقول 90%، نقول 100% حاطه نفوذها في العراق، واكو مساله جدا مهمه ما كانت تنذكر عند الناس وما يعرفون بيها. نعم بس اذا امكن يعني على عجله، عندي كثير اتصالات، تفضل. الاموال اللي تنقل من ايران بصفه دينار عراقي هي مزوره، يشترون بها العمله الصعبه ويرجعوها لايران، يعني ما يكفيهم النفط اللي يسرقوه والتصدير اللي يصدروه. انا انطي مجال للاخوه الباقيين. شكرا 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 لك اخ كريم. ابو محمد من بغداد ويانا، حياك الله يا ابو محمد. السلام عليكم، شلونك استاذ رفاعي؟ شلون صحتك؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخوي العزيز. والله يا استاذ رفاعي احنا ملينا من هالناس الحتاله، ناس حتاله كانوا دحين بالشوارع ولزموا حكم، يعني شلون ينطونا وياهم؟ امريكا مناعي للوالدين، امريكا وياهم، هي امريكا جابتهم وامريكا تحميهم، وهذا الفيلم اللي سووه على السفاره الامريكيه كله كذب، هذا فيلم ترى على المتظاهرين. نعم. حتى امريكا تعزز قواتها بالمنطقه الخضراء حتى تحميهم، خاف يعني يقول المتظاهرين لهم نيه يطبون على الخضراء حتى يبيدون المتظاهرين. هذا الفيلم كله وهذا مقتل سليماني كله كلاوات، سليماني ورقه ما انتهت وقتلوه. هاي امريكا يا شعب العراقي كافي عاد الصبور، شيوخ العشائر وينكم؟ كافي الصبور عمي، ادعو الى مسيره كل المحافظات، روما نور الانبار، يعني 15 محافظه من عدا الكدكرات كلهم يريدهم يمشون مشي لمنطقه الخضراء ويرجعون اذا ما سقط الحكومه. ترى هاي الحكايه طويله، قصه طويله، هاي ما تخلص. قالت امريكا وحشت ايران، ضربوا سليماني وضربوا وكل كلاوات بكلاوات. اذا ما الشعب العراقي شد حيله من الشمال للجنوب ويطلعون مسيره هم والاطفال والنساء، كم من ياخذ عائلته ويجي؟ نعم. هي ما تموت. نعم. كافي، واروح المنطقه هاي بالتحرير وابقى بالتحرير، لو اموت روحي، لو ارجع العراق، لو نموت كلتنا، كافي. نعم. واشكركم علي. شكرا شكرا لك ابو محمد. عندنا سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله ودوم يا استاذي، اولا يا استاذي يجب فحص قواهم العقلية، وقد يكون متلبسة جن وعفريت. مثلا احنا نحكي عن عصابة فردية، تصرفات فردية، يجب فحص قواهم العقلية، وقد يكون متلبسة جن وعفريت. مثلا الضابط يعتدي على مخلوقات الله، يعتدي على أبرياء، يعتقل، يختطف، يعتدي بألفاظ نازية، يصرخ، ينرفز، يستفز المجتمع. هذه حالات فردية، حالات غير طبيعية، يجب البرلمان الحكومة معالجة هذا الأمر. وتحياتي لكل البرنامج الراقي. لا يرادهم الشيوخ يرقوهم. أخ سعد شكرا شكرا. أخ سعد، أبو عبد الله من لندن ويانا، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لك ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين. تحية ودوم. أخي أفل تعقيبا على أخونا صباح، قال إن جماعة المهدي مهندس، أبو مهدي المهندس وسليماني لم يقتلوا أحد من الغزاة،
لا أنا أقول يعني هم قصفوا قاعدة عين الأسد، 1000 أمريكي مات من الضحك، يعني الأمريكان ماتوا، 1000 أمريكي مات من الضحك، والفافون والقطع الغيار كلها أخذوها الأكراد وباعوها في سوق الخردة، واليوم نصر الله يقول إحنا قصفنا عين الأسد، شو إيش سويتوا في عين الأسد؟ وأيضا تعقيبا على الأخ من السعودية، بس شنو السؤال على يعني نوجهه للناس؟ منو بعين نعم؟ الأسد؟ يقول هم قصفنا، حسن نصر الله يقول احنا قصفنا عين الاسد وعملنا هيك يعني يتباهى انه قتلنا امريكان، فانا اقول يعني شر البليه ما يضحك يسمعنا في وسائل التواصل الاجتماعي، 1000 امريكي ماتوا من الضحك، ميتين من الضحك يعني في عين الاسد. خلينا نرجع الى موضوعنا، على موضوع العراق والاحداث السياسيه وما يجري على ارض الواقع. أخي أفل تعرف يوم غزوا الأمريكان طبعا العراق المرجعية طبعا لا يطلع لا صورة ولا صوت، لكن نحن نرد على ممثل المرجعية، يعني قالوا إن المرجعية يعني ضد الطائفية، المرجعية يقول لا تقولوا إخواننا السنة قولوا أنفسنا، طيب إذا أنفسكم لماذا مكتب المرجعية يصدر فتوى يقول كان تتذكر كان يقول صوتوا فقط للقائمة الشيعية بقيادة جعفري المالكي، ما هذا التحيز؟ ثم الأموال قص يعني أهل السنة حصة المرجع السنة والشيعة يعني 98% للمرجع الشيعي للشيعة و2 فقط بالمئة للسنة، ايش هذا ايش هذه التناقضات؟ اخي الكريم يعني الان متظاهرين لماذا خرجوا على هؤلاء؟ هؤلاء بدعم المرجعيات طبعا، هؤلاء الفسد الذين سرقوا وقتلوا، فابطال التحرير يعني سمعنا يعني يقول اقسمنا بالله يا بغداد يا ارض الاباء ويا ارض الاجداد، اقسمنا بالله يا بغداد يا أرض الآباء ويا أرض الأجداد بأننا نطهرك وإن امتلأت بالغزاة وصفوين الأوغاد، وسيشهد العالم كيف يقاوم الأحفاد ويصير على خطى الأجداد، وسيموت بغيظه كل ميليشياوي الذي قلبه مليء بالأحقاد. قريبا إن شاء الله أبطال التحرير سيطردون هؤلاء المجرمين، وإن شاء الله إن شاء الله هؤلاء إلى مزبلة التاريخ، وإن شاء الله العراق إلى بر الأمان. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم مستمر بس بفاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام. يعني المشكلة أنه فالح الفياض من يروح لإيران ويعزي بقاسم سليماني ويقول تعازي الشعب العراقي ننقلها إلى أهالي أو إلى عائلة سليماني، ما يسمع دولة اللي طالعين ضد سليماني، ما يشوف أنه رفضوا ويشيعوه، ما يسمع أنه ما يدفون بس للعراق، حتى إلا يعني ما مشتري بزبانة ما يهدفون إلا حتى يهدفون لسليماني، ما أعرف. المهم عندنا اتصال من ذقار. أحمد حياك الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي بس أوجه كلامي على البرلمانيين. نعم. أصلا من يصوتون يقولون خلي الأمريكان يطلعوا من العراق، ليش منو جابهم؟ نعم. أقول لهم منو جاب البرلمانيين هذول جايين على البرلمان أصلا، منو جابهم؟ لو ما الأمريكان وما يجون على البرلمان؟ هذول كل ذيولة مع الأمريكان وإيران. نعم.
عم يظلوا لو يستون على نفسه وما يظلون بالبرلمان. ما حيفكرون بالشعار، صار لهم ثلاث اربع اشهر بالشوارع، قتلى وجرحى. نعم. هسه جاي طالب قاسم السليمان، ابو مهندس، ابو مهدي المهندس، هذول هم جابوا لنا الارهاب. والبرلمان يسودوا خروج الامريكان، الامريكان ما سووا شغله زينه بحياتهم مثل هاي الشغله اللي ضربوه الامريكان، ضربوا ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني. نعم. نعم، شكرا، شكرا لك اخ احمد من امريكا. عندي نافع، حياك الله يا نافع. الله يخليك، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا حقيقه سؤالي اول شيء التعليقات اللي سمعتها خلال الساعه اللي مضت كلها نعم. عاطفيه وتحكي على الماضي. نعم. احلى حد لنا نقدم طرح ما هو المستقبل العراق ومن نعم. ينقذ العراق. انا في انا اقتراحي عندي اقتراح يعني اعتبره مهم بالنسبه للحكومه العراقيه. العراق يحتاج الى حكومه طوارئ يترأسها الدكتور برهم صالح لمده عام واحد، يحل من خلال البرلمان العراقي. اخ نافع وش سوينا؟ لا بس لحظه اخ نافع، وش سوينا؟ وين مطالب المتظاهرين؟ يعني انت تقول اني حكومه يترأسها برهم صالح، والمتظاهرين طلعوا يقول لك اني ما اريد ولا واحد بيهم، اي واحد لزم منصب من 2003 لليوم. برهم صالح لزم هوايه مناصب. عفوا انت ما سمعتني، متاسف. انا هذا الرجل هو على ضوء صلاحيته بالدستور يحق له انه الى حل البرلمان، وهو الشخص الوحيد اللي قانونيا. لا لا انت بس من رخصتك اخ نافع، انت قلت اني اطلب برهم صالح ان يشكل حكومه تصريف اعمال مدتها عام او عامين، تشرف على حكومه على انتخابات وبكتابه الدستور وغيرها وغيرها وغيرها. لكن انت ايش سويت هسه؟ وشون يعني سمعنا مطالب المتظاهرين وهي تقول لك اني ما اريد ولا واحد من اللي لزموا منصب من 2003 الى اليوم، وبرهم صالح واحد منهم. لا انا اعتبر برهم صالح خارج الاطار اللي مجموعه الموجودين الان في الحكومه العراقيه او اللي استلموا مناصب من 2003 الى حد الان. برهم شلون؟ صالح هذا الرجل عنده امكانيه لنقل العراق. ما صار وزير في فتره من الفترات، ما صار نائب بالبرلمان في فتره من الفترات، ما صار هسه رئيس جمهوريه، شلون هو خارج العمليه؟ لا لا ما انا متاسف انت ما فهمتني، هو الرجل الوحيد الذي يمتلك الصلاحيه لحل البرلمان. نعم نعم. اذا تحل البرلمان تحل مشكله كبيره. بعدين انت لازم تاخذ تجربه الماضي، تجربه الذهب في السودان. سوار الذهب خصص لمده عام واحد، نقل البلد من بلد ديكتاتوري الى بلد ديمقراطي، والان ورغم انه ما ظهر بعدين على رئيس الجمهوريه فشيء مختلف، بس الان العراق يحتاج الى طروحات تقدم الى الامام. نعم. شكرا، شكرا لك اخ نافع. انا ما اريد الوقت يدركني، لا عندي واتسابات وعندي تليفونات اثنين هسه حاليا. ابو ايسر من تركيا، حياك الله استاذ. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام اخوي استاذ. بالنسبه للمظاهرات، المظاهرات هو تعرفون انتم اكو احزاب لا تحكم بالعراق، هاي الاحزاب هي تابعه لايران، بس قد ما تكون المظاهرات يعني ما تقدر تسوي شيء، لان يعني هم يعرفون عندهم ميليشيات دا يقتلون هذول المتظاهرين، وبعدين عودي يفتحون لجان تحقيقية، هم يعرفون القاتل منو بس يسترون عنه، والمتظاهرين يعرفون القاتل منو. ما بيلدي حيلة. بالنسبة لبرهم صالح، الرجال مقيد من هاي الأحزاب، ما يقدر يتخذ أي قرار، وإحنا شفنا قدم استقالته وهذا وراح سافر الكردستان لأن هددوه، ما بيده شيء يقدر يسوي شيء، والمتظاهرين هم لا حول ولا قوة. إيه بقت إنه المتظاهرين لازم يكون صامدين، وقد ما ينطون ضحايا يبقون صامدين من أجل أخذ حقوقهم كاملة. طيب. وبعاد الأحزاب عن العملية السياسية كليا. طيب. إيه لأن ما سووا شيء، إذا هسه هم يطالبون بحقوق وتيجي البرلمان يطلع واحد من هالأحزاب يريد يصير رئيس وزراء أو كذا. نعم نعم. ما يقدرون يعني، هاي كلها قرار بإيد إيران. نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو أيسر. آخر اتصال ويانا أبو عمر من لندن.
انقطع الاتصال يا أبو عمر. أتحول إلى برنامج الواتساب ونقرأ رسائلكم. السلام عليكم، أنا عادل من الرمادي. إحنا أمهات معتقلين الرزازة، رسالة من أمي حول مطالبة بكشف مصير أبنائنا المغيبين. ناشدنا قناتكم الشريفة أم الشعب أن تجبروا كسرنا وتضمدوا جرحنا بمعرفة مصير أولادنا المغيبين لتفرحوا قلوب الآباء والأمهات وأطفالهم، ونحن على ثقة أن طلبنا هذا سوف يحظى على متابعة واهتمام من قناتكم الشجاعة. شكرا لقناتكم الشريفة. تحية حب للرافدين. إذا كانت إيران لا تستطيع التمييز بين طائرة مدنية أقلعت لتوها من مطارها وبين طائرة معادية كما تصفها، فكيف لها أن تصيب أهدافها عسكرية بالدقة؟ وكيف لها الحديث عن تطور عسكري؟ ما هي إلا دولة كرتونية بقياس الدول وجدت كفزاعة لإخافة المنطقة؟ الطائرة الأوكرانية مسوي لها هاشتاج. أخوتكم المنتفضة ماهنا شريش، أم حسن من ذي قار العمايرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أفل، شو من قتل سليماني المشعول البرلمان قامت الدنيا ولم يقعدوا، من استشهد المواطن العراقي والصحفي ما سمعنا صوت إدانة منهم. السلام عليكم، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، ندعو الدول العربية لدعم ثورة العراق. أحمد الرواشدة من الأردن. السلام عليكم، كيف حالك أفل؟ تحياتي لقناتكم الكريمة. والله يا عزيزي الكلام ضايع ويا ذول الإيرانيين، هالحكومة ظالمة. أنا زينة من أربيل، سلامي إليك، حياك الله أخت زينة. أتمنى أخ أفل تقرأ رسالتي. تحية طيبة لقناة الرافدين قاهرة الفاسدين، نورت أستاذ. اجتمع اليوم في طهران الفاسدين الذيول مقتدى وهادي لدعم وإعادة المجرم عادل لهرم السلطة، متجاهلين إرادة الشعب وانتفاضته. لا مقتدى ولا هادي، حرة تظل بلادي، سوف ننتصر رغما على أنوفهم. أيها العملاء باشر التحرير، تفرح والضحك يترس حلقنا والحزن والضيم ينشال منه. تحياتي، أنا أخوكم الثائر الرزاق شنيع مزيد من ذي قار المشلبية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الشعب العراقي على الظلم، اللهم آمين. السلام عليكم، الشهداء أكرموا منا جميعا، تحية إلى كل ثوار العراق. روح الثورة لن تموت ما دامت قلوب المشاركين فيها راغبة بالنصر، النصر قريب بإذن الله. نوار من هولندا. السلام عليكم، لازم الدول العربية تتدخل بالعراق لدرء الميليشيات الإيرانية. أشرف أفضل من ليبيا، أخوكم أحمد من مصر. تحية لك أخي أفل، ثورة تشرين تستمر بإعطاء مزيد من الشهداء الأحرار خاصة بعد القضاء على رؤوس الأفعى سليماني والمهندس، وستستمر الانتفاضة بهذا الزخم الجماهيري الكبير. مليونية 10-1 هي دليل على تحقيق الأهداف لهذه الانتفاضة المباركة للخلاص من ذيول الشر عملاء إيران وطردهم. هم وأمريكا لأنهم وجهان لعملة واحدة، هدفهما السيطرة والنفوذ وكل المصالح العراقية. بعد عام 2003 أصبح العراق بلا سيادة، هذا انتهاك واضح. السلام عليكم لقناتكم الشريفة، أهدي سلامي من اسطنبول للمتظاهرين الأبطال الشرفاء. صحيح بعيد عنكم يا شعبي الشريف، بس والله بكل صلاتي أدعي لكم وإن شاء الله راح يزيح هاي الحكومة السارقة الظالمة. أبو محمد من اسطنبول. كل هاي المعطيات المقدمة من هاي العصابات لم يعد مجدي لانكشاف الوجه الإجرامي لهذه العصابة، خاصة بعد مقتل المجرم سليماني سعد من السعودية. رسالة أخرى من شخص يقول تحياتي لقناة الرافدين قناة الأبطال. السبب في مآسي الوطن العربي منافقين العرب، والسبب الثاني الصهيوني أمريكي الفارسي نحو وطن عربي متماسك جميل عادل ومشرق للجميع. أحمد بدران من الأردن. السلام عليكم، أحيي قناتكم وحضرتك ولجميع الأبطال في ساحات العزة والشموخ. عملاء إيران بالعراق ما يسمعون مظاهرات إيران، قاسمي إرهابي ومجرم وهم يبكون عليه، حسبي الله عليهم وبإذن الله قريبا ينتصر العراق. أخوكم عبد الله العازمي من الكويت، حياك الله. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل. تحية طيبة لك أستاذ ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام وثوار ثورة العراق. أستاذ، من 2003 لهذا اليوم العراق بدون حكومة وإدارة، واليوم زمام الأمور بيد المتظاهرين والثوار يبقون اليوم بالعراق بدون حكومة وإدارة، يبقون سنة بالتظاهر فلا من مجيب، لأن ليس للعراق إدارة مسؤولة وعليه الثوار أمام الشعب العراقي والشعب العربي والعالم. واقفين 4 أشهر بالتظاهر واليوم هم أحق من الاحتلال وأعوانه بالخضراء بتشكيل حكومة من داخل ساحات التظاهر. الثوار يكفلون الحفاظ عليها، والسلام عليكم. أخوك أبو سلطان من بغداد. يوم أمس قمت بإرسال رسالة إلى زميلك عمر حول تسويف المظاهرات من قبل محمد الحلبوسي، علما أن قناتكم غير طائفية، أشكرها ومع التقدير.
مساء الخير رافدين صوت الشعب، الله يرحم الشهداء والنصر للمتظاهرين، كل شهيد بطل رعب هاي المتظاهرين يسوى سليماني وذيول السليماني، وشكر إلى كل كادر بالرافدين العظيمة. فاتن من ألمانيا. بعد أن علمت السلطات الإيرانية هروب 4 جنرالات تابعين للحرس الثوري الإيراني هم وعوائلهم الذين كانوا من كتيبة سليماني على متن الطائرة الأوكرانية، طلبت من كابتن الطائرة العودة إلى المطار، ولكن الكابتن رفض الطلب فأطلق عليها صاروخ فقتل من فيها. إيران ترفض تسليم الصندوق الأسود لأن فيه مكالمات بينهم وبين كابتن الطيارة مصادر موثوقة. السلام عليكم، تحية لك أفن. عندما يتحرر العراق سنغلق جميع أبوابه ونضع لافتة مكتوب عليها ممنوع الدخول، سنبكي من الفرح لوحدنا كما عشنا الحزن لوحدنا، أخوتكم حنين أم وطن من النجف. حسبي الله ونعم الوكيل على إيران، وأشكر قناتكم الشريفة. نحيي هذه القناة الطيبة، هي منبر العراقيين، نبارك لها وندعو الله أن يوفقها ويثبتها. نحن بأمس الحاجة لقناة صادقة تنقل أخبار صريحة وهادفة بعيدة عن الطائفية والعنصرية والتطرف. شكرا لكم وسدد الله خطاكم. أنا من أمريكا من نيويورك، مروان الشمري. تحياتي لك شخصيا ابني، النصر قادم بإذن الله علينا، الدعاء لعدالة الحكام عتبا على العرب الذين جيشوا وحشدوا ضد العراق عند احتلال العراق. ووينكم هسه يا عرب؟ سارة علي من بلاد الغربة، تحديدا السويد. تحية إلى كل من رسلنا رسالة، تحية إلى كل المشاهدين اللي جالسين خلف شاشات التلفاز، وتحية إلى كل المتصلين وكل من يحاول يتصل لكن الوقت أدركنا. برنامج صوتكم على نفس الموعد إن شاء الله، باكر نفس الموعد يلتقيكم إن شاء الله، في أمان الله.